يستوي يتصور معدنات غيرها. شاهدوا المزيد من التفاصيل. بداية من هذا الفيديو معلنا محمد اللي دايما بتتفاعل مع خالها على الانستغرام، وامبارح لانا نزلت ستوري وهي بتلعب معه بولينج. نمر الى نورمار اللي نزل ستوري وهو عم يصلي الفجر، ودايما نورمار بيذكر متابعينه بالصلاة. ايضا فراس ابو شعر ظهر على قناة الان، ومرام سألته هل خطيبته رن ما عندها اي مشكلة انه البنات تصوروا معه، واكد فراس انه خطيبته رن ما عندها اي مانع، لكن جهاز كشف الكذب كان له رأي اخر، وفراس بالنهاية اكد انه هو ما راح يحط خطيبته بهالموقف. نمر الى قمر طائي اللي فتحت لايف امبارح على الانستغرام، اعلنت قمر انه اليوم عندها حفلة وراح تتفاعل مع متابعينا. ليش ما تردين؟ والله ما تطلع عندي كل الكومنتات، يعني بدي اشوفها بدي ارد عليه. انا ما اعرف اتعامل simple مش الموضوع بلاك دريس. عشقك عشق من الحب. ثانك يو. رمضان اللي فات كان حلو او لا؟ شوفوا بعيدا عن شون او وين او ويا من، رمضان كل سنة أحلى شهر بالسنة جد. ما أدري إذا أنتم إيش تحسون، بس جد أنا أحس شهر رمضان شهر كلش مريح، واحد كلش يكون مرتاح به، تكون الطاقة إيجابية كلش مريحة، أحس الكل يكون مبسوط، رواء أوكي. وكلش أحوال الشهر، شهر العبادة، شهر كلش أحب شهر رمضان. رمضان إيش معنى؟ كاي موسيقى رمضان، إذا ما عرفت شنو هاي. أحب رمضان والله، متحمس. أنا مش مبين ألو، أنا نوي ألو على إيه، مسكت ومستحلف ألو، مش قيل ألو مسكت لي، خليه يشوف عني ايه اللي نويا عالي. صومين اكيد، الحمد لله صومي. خلي خف من خياله لما غيب يوم عن عيني، خلي يدور علي كل شوية وما يلاقينيش، خليه يتعب شوية ويحلم بي وما يشوفنيش. من بغداد، من المنصور، بغداد المنصور 14 رمضان. اعطيكم عنوان البيت. اخ يلا جايز، احس صار هواي فاتحين لايف، حتى اللايف كان 8000 صار 3000، حتى العالم يلا باي. حسيت اللايف تونس وياكم، ايش حبيت شوي انسى اوكي، فكان لايف لطيف خفيف ظريف. لاف يو اول و سي يو تومورو. باكر عندنا محتوى، باكر عندنا محتوى، باكر اكو حفله راح اروح لها، فعندنا شويه حسوي ميك اب كشوخي واوفيت كشوخي وكذا.